السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحباب. حلقة توعوية سريعة فيما يتعلق في اختيار حلول الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية وما يندرج تحتها من أنظمة صناعية. مهم جدا أنه قبل اختيار أي سيكيورتي سولوشن على أي منشأة صناعية، سواء كانت في الطاقة، سواء كانت مجالات الصناعية الغذائية الدوائية، الصناعات الثقيلة، الصناعات الأصول الخفيفة منها الغذائية مثلا، لابد عند اختيار أي سيكيورتي سولوشن مهما كان بسيط أو معقد إنك تعمل assessment أو تقييم للمنشأة اللي أنت راح تطبق عليها السولوشن. لابد إنه يكون في تقييم جيد وكافي ووافي بحيث إنه يغطي الأماكن اللي حنطبق عليها هذا السولوشن. فعلى سبيل المثال لابد اعرف انا ايش هي الاسيت الموجوده عندي، لابد من وجود اسيت انفنتوري ليست موجود فيها الاسيت حقتي اللي هي الانفنتوري ليست عشان اقدر برضو ابني على مدى امكانيه التطبيق. مثلا لو انا في عندي جهه فيها 3-4 اند بوينت مستخدمه غير جهه عندها فوق 5000 اند بوينت او 4000 اند بوينت مستخدمه. ايش انواع الويندوز المستخدمه في هذه الاند بوينت؟ هل هي مستخدمه ويندوز؟ هل هي مستخدمه لينكس اوبريتنج سيستم؟ هذه من الاشياء اللي انا احتاج اعمل عليها اسس. لو بطبق سكيورتي سولوشن على النتورك ليفل لازم افهم النتورك حقتي كانظمه صناعيه، ايش النتورك المستخدمه؟ ايش الكوميونيكيشن بروتوكول المستخدمه؟ ما ينفع مجرد اني انا اروح المحل او المكتبه مثلا واشوف السولوشن محطوطه موزعه على الارفف ويلا اعطيني واحد من ده واعطيني واحد من ده وخذ من ده 5000 لايسنس وخذ من ده 35000 لايسنس وخذ السولوشن وطبقه في المنشاه حقتك وانت لا عملت تقييم ولا عملت جاب اسسمنت حتى على المنشاه عندك ولا بنيت حتى انطباع كافي يساعدك في اتخاذ عملية اتخاذ القرار. فلابد من عمل الاسسمنت في المقام الاول. كثير من السولوشن بنقعد بنشتريها وبتنتهي بتترمي بعدين ما بنستخدمها لانه مجرد انه حتى تطبيقها على المنشأة يسبب لها دمج اكبر من انه لو حصل عليها هاكينج. منها مثلا تطبيق الاي دي ار سولوشن على المنشآت الصناعية. فهذا تنبيه سريع حبيت اني اشاركه في الحلقة هذه. اشكركم على المتابعة، نشوفكم في حلقة ثانية بإذن الله. في امان الله، سلام.